عايزك تزبل. لا ازبل. لا لا ها شايف ايدي فين؟ ايدي على بقك. هتعضها؟ تعضني معاها يا حبيبي. لا ما تزومش. السلام عليكم اخوتي الكرام، احبائي، اخوكم محمود عاطف من قناه محمود وكوفو. حلقه النهارده حلقه مميزه لان هي قديمه جدا وانا ما رفعتهاش، فاسيبكم تستمتعوا بيها. لو تفتكروا للناس اللي بتتابعنا من زمان، لما كوفو اتكهرب من عمود نور، ففي جرح كان في خد كوفو، الكهرباء خرجت من الجرح ده فسببت مشكله لكوفو. هتشوفوا بقى دلوقتي علاجها والرحله اللي احنا عشناها سوا. اتمنى الحلقه تعجبكم، ربنا يكفيكم من كل شر ويسترها علينا وعليكم ان شاء الله. يلا بينا. الف سلام عليك يا كوفو. الف سلام عليك يا حبيبي. وريني وشك كده، بص خليك بص، خليك بص بس. ايوه جود بوينت. الف سلام. وريني كده المدبر انت عامل ازاي. استنى تعالى هنا هنا هنا. ايوه بس خليك كده، بص هنا يا كوفو، بس خليك كده. ايوه جود بوي. الف سلام. هي كانت مفضيه الصبح يا جماعه شويه، دلوقتي راقت شويه لان هي كانت ورمت جامد قوي. ان شاء الله يطلع خير عشان لسه عندنا كتير يا كوفو عايزين نقدمه. يا كوفو لسه معانا بتاع 100 سنه مثلا كده. لا عمر بيا اللي انا بهزر. كوفو اقعد. جود بوي والله يا كوفو، انت جود بوي. سلامات يا كوكو. معانا ولا تروح انت البيت؟ لا تيجي معانا انت النهارده معايا يا كوفو، مش هسيبك النهارده تقعد في البيت لوحدك حبيبي. فجأة كده انا بقيت بحب الكلاب، وخلتني ان انا اخد بالي بقى عندي في الشغل، بلاقي حالات كلاب كتير دلوقتي، بقيت جريء ان انا اروح اقف اتعامل مع الكلب. كنت الاول بخاف ومعرفش يعني ايه الوي، بس لا دلوقتي بقيت ابص للكلب اه لا اقدر اتعامل معاه. دلوقتي يا جماعه انا لسه واصل اهو قدام العياده. بس كده. طيب دلوقتي يا جماعه لو تفتكروا الفيديو اللي كان كوفو اتكهرب فيه، الدكتوره دلوقتي بتقول لي ان كوفو بعد ما اتكهرب الكهرباء لازم تخرج من جزء من حته في جسم الانسان، فهي خرجت من الجرح اللي كان في خد كوفو واثر الخناقه اللي هو اتخانقها وتعور فوق عينه، فعشان كده الجزئيه دي ورمت. الدكتوره هتشرح اكتر دلوقتي، هحاول انا اللي افضي مع الدكتوره الجرح عشان كوفو ما يعني مش عايزين منه اي رد فعل سيء، فهنحاول دلوقتي. دي اول مره يحصل الموضوع ده في حياتكم. تمام. واحد دلوقتي هننظف الجرح لكوفو اللي هو حصل نتيجه الصعقه من الكهرباء. تمام. هو الجرح تمام مش كبير قوي، بس اللي هو ايه هننظفه عشان ما يحصلش اي التهاب. تمام. لا عادي عادي مش هنخلي. تمام. عشان ما يلتهبش او حاجه، فاحنا هننظفه ونحاول نفضي اللي فيه وننظفه دلوقتي. معلش اصبر. جود بوي. شاطر حبيبي. لا ما تزومش. انت جود بوي. كوفو قلنا ايه؟ استحمل. شاطر. جود بوي. جود بوي يا كوفو. ولا محتاج مخدر ولا حاجة انت يا كوفو، ما شاء الله عليك جميل. يعني هو بيستحمل حقيقة دلوقتي، هو عشان ايدي قدامه بس. لا لا جود بوي. هو عمال يقلب في شفته، عمال يرفعها.
كوبو ده تخيل حضرتك ان انت لو في جمل عندك تمام او تجمع صليبي تمام وانت بتعمل كده بنفسك تخيل كميه الالم طبعا متخيله ما هو باين انا عارف كوبو لما بيستحمل الالم انا لولا انا ايدي دلوقتي عامله له زي الكمام هو مش عايز يفتح عشان ما يعورنيش انما غير كده هو بيقلب الشفه اللي عندي هنا عايزك تزبل لا ازبل لا لا ها شايف ايدي فين ايدي على بقك هتعضها تعضني معايا ازبل كوب بوي كوب بوي كوب 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 بوي ازبل لا كوب بوي انت عارف ان انا مش عورك دكتور الرباب بتتعامل معاك بطريقة حلوة قوي يا فوق برضه طب بوي تعالي وشك تاني عشان ما تمثلش لان يعني هو كل مرة بيحصل حاجة المرة اللي بعدها بيحاول يلاقي لها رد فعل يعني هو بيحاول المرة دي ما يحصلش معاك ده حصل بس ما شاء الله خف خالص خف خالص يا كوبوي كوبوي يا كوبو بوي كوبو شاطر اهلا 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 ايه جميله هي خدك بقى جميل اهو حط كويس سوري في هنا بتاع فين هنا مكان انا ماسك دي مكان بتاع دي امبارح ما كانتش موجوده كان الورم فوق بس ودي ظهرت النهارده النهارده ظهرت النهارده ما كانتش موجوده امبارح كان امبارح الورم فوق بس احنا برضو هنتابع معايا النهارده هننظف كده تمام ونحطها في الادوات بتاعنا ونتابع معاك ان شاء الله ربنا يعافيك لا بقه لا ها جوب بوي لا اصبر جوب بوي جوب بوي كفو اصبر معلش طبعا لو كلبك لا قدر الله في الحاله دي ما تحاولش تعمل اللي انا عامله وتحط ايدك قدام بق كلبك الثقه حلوه ولكن ما تجازفش لبس كمام انا عشان عارف كوبو وعارف ابعاده معايا في حالتك انت قدر الكلب او لبسه كمام ربنا يكفيكم انتوا وكلابكم الشر ان شاء الله خلص اليوم بتاعنا النهارده لسه واصلين انا وكوبو هو البيت كوبو الحمد لله احسن شويه استنيكم اوريهم الحمد لله احسن شويه زي ما انتوا واخدين بالكم لسه هنشتغل تاني على الورم ده هشتغل معاه شويه اتمنى ما اكونش ازعجتكم في اي حاجه من اللي حصلت وان شاء الله خير حابب اوجه شكر لعياده سيتي فيت في زهراء المعادي على التعب اللي تعبوه معانا ومعاملتهم الطيبه اللي كانت مع كوبو والتعامل الجميل الصراحه اتبسطت جدا شكرا لمتابعتكم للحلقة وهسيب لكم اللينك بتاع حلقة كهربة كوفو او الحلقة اللي كوفو اتكهرب فيها في صندوق الوصف في الديسكريبشن تحت شكرا